مكان ذي شاقو صومالي وحالا يسيدة دلون قدنا والله وضا بحي سيدة فرانا والله وقال بحا صومالي محمد باب لولك كنو رارك مهدوكتين عوض أقبالنا ننكا نيا ننكا لأوغة تاقن بابت خطان ربعين سيدة حدو وحالا سوقات ننكا قلفو ورقبا وعال حنتين مموغو إذن كان دكت واد غبتين سيوات صوت ننكر الله سوق هذا أنا بعد كفر حسين إذن كانوا إذن كفر هو واحد من اللي دقتين دقة هي جد جيس أي واحد سرهان ورا جيت كلا قاق هذا واق أجد ما تجيت كلا توجه كسر واق كنت أظهر إيماني وأمدم أنا أنكو كلا تجمعنا ربنا موجي حدو إلهي يا ربك أحمر كلا تيو أو بنديرة اللي دجيو الله نهو بارلمان هو اللي جبيه كلا قلبه أنا أفكر الله سبحانه مثل ما هاناي حين يا قايلي يا نمان أنا كهن مجرو وهذوكتين دارشة وجيجيت وحان ربنا مانت لو انديت كان أذار أحمد أيكو تلنا يا بقر كوفر ديو واسمق لينا أوغم التقينو انت إذن كبطنا هذا النقاد انت حق إذن كدرتان نقاد انت اذن كوريسان نقاد انت كلا ولكمنا لو نسوغيس او ولو فرين تنقو بديين قيد كم وحان ربنا ان لا يراهدو وال اذن قاد باشا تلمانتو حاجوغا دادك ان اضياش هاد ادار كيسين اماش فرنيا وقدي صومالي صومالي واي صومالي واي قيد كم وحولي هاي قدي اكل قدي سنبولي قدي ريق قوليد بولي هاي انا قاعد لاشادي دو ريق قوليد قد عوداق بولي هاي قد اغادين بولي هاي قد ابسمولي هاي قد دارود بولي هاي قد صومالي نقولي هاي هاد بو عد بو قد اغاد البطوبة اللي ديار قروبية ما انت محوها مرتدة شرفت لأي نو اماتي حاوي اريقا محوها فرحات قارب ايتاي محايالي وقتي دولدن محوها دولدن هادا كاونتك انت اي بلاباتي شنت السنه هره يا شنت الدمبه وعقفنا انتو جيت كان سوق على وقتي النظيف وقتي عالبه قفنا ان ما ربنا نوغي ما درنت مجر ما جدقو بان هدا مخو اه نو مقنيا سو دوو حنو قادنينا هدا معان غره داي مخو اها ابلكيشن كي كواد مخو اها قفنا جيت كلا سو دغه بانو قادنيا مانت اني غنن اودي بان هاي او تشيمن كي حجر دير dad kamaashan degan qos kasto yihiinba insha allah taala gubashan hada aan maanta fadhino ma aha qos qos wa iska google somaliyad way geed baan fadhina oo geed somaliyad baan fadhina tabaan wahi qos qos ahna sidooda loo arki doona oo loo tixgelin doona oo ma garanaysa wada hadal loo yelan doona laakiin meeshan aan fadhino qos ma fadhiye waxa fadhiya somali weyn ba fadhida aan anagu hadii aan Soomaalno wadankan aan deganahay anigina oodiga meeshan aanahay boqor kun iyo afadhiyo baahi badan baa jirta waxyaala badan baa jira ninkii walaal ahoo islaam ahoo soomaali ahoo soo istaago inuu baahida ka jirta meeshan uu hoos u fiiriyaa fiican uu aada aga dadaalo hadday hadda tahay ninka haddana hor fadhiyo doorashadan hadda uu gafan usoo istaago uu ubu ku yahay ma uu ubug maaha waa dad la yaqaano oo waxay yihiin iyo waxay gudaan iyo wax kastaba la og yahay waa reebaro ubug maaha dadka soomaalida ee meeshan ku nool oo qabiil kastaba leh culays fara badan baa jira waxyaala fara badan baa jira haddana ma garanaysaa waxaa tihiin dowladdii soomaaliyeed ee waddankan kenya tihiin codsiga hadda aad wadataanna soomaalida waa idan maqlaysaa waana laidin qadarinaya insha allahu tacaala dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo حالي يا حاجب الله صوبيو نقول بمراد بولي يا كيس سن الله سيو نكا صعدا وح خير لا بدون يا إلى هاي وح خير لها سيو إننا جنا كوي وأنفع الله هنا قدو أنت هك بعد أنا وحنا كوه الله يا أفكي هرتي أفكي هرتي حاجة غير بنكوه الله يا هرتينا هذا وي شو كانوا وي جيت كوي كبوحان ما دابا لا شيغي ان عتسيغو اوغو هوريه او اسغا يحي
ما دابا لا شيء إني وح لقى فيلايو رتشل لقو قبو أو رتشل لقى فيلايو إنه يهاي ما دابا لا شيء إن جيت كلا قاضي وانو قاضنا لحظنا ديجي مايو أفكي هرتين وانكو هلا وأكون أوي فديان غورتي دورن ولي بع عد كنا واسين أن دقالنا وكو تاجرنا وحنا كمر ربنا قدال وحو الصومالي وقبتهم بانو كمنا واكبح أخياري وإذن سلامي أنيق وحالي دها عبد الله محمد محمد وحان أهي نين أغادين وحان كاهي نين باهلا وحان كاهي نين باهجري هرطة مرتدة دمان تيت مسلمين تماشن اسكوغو إمادي صومالي محمد أولا لحنا وحال كان اسكوغو إمادين هرطة بات سلامنتين سلام كدب een walaalka waxa la yiri wuxuu ka doono ayaa ka deeqa walaalaha dhibaatada macnaha laga sheegay ama eedaha laga geynaayo waa walaal anaga nala sheen oo Soomaali ah ama gobolka dadka laga soo doortay ogaadinka wiilkaada hadaan naxdinna de wiil kale waxba kuuma u galaayo een qasoosan anaga hadii aanahay qabiilka Baahgiri ninkasta wuxuu leeyahay deegan meeshad ku noosha ma deeganka dadka jooga aad wax la qabsanaysa idinta joogta meeshan wax ka dooran jirni koora aan ka ridi jirni een macnaha sodon sana aan deganin ilmahaana ay ku wax barteen shaqo ama aan macnaha Soomaalida aan kala sinneen tolmagaha joog aan kala sinneen waa halkan maadaama walaalaha anaga maanta ninkii noogu soo horay een walaalow ninka ku dhahdi wuxuu ka doonaa inuu ka helmo fiican walaalna waxa la yiri kala horeyn ma uu kala macaan malaha ninkaas walaalka anaga ah waan dooranay waan qaadnay een insha Allah asna bidil ma kariim kii soo gala oo khair ku soo gala Allah ka dhiga wa salaamu alaykum waan ka baxnaa ogsiin tale نوغو إما تاي غوبلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركالي أنوغو هدل كيغا مبادنو وييري هاي وحان مثلا يا قدقا محمد سبير ماشن جوغا يعني مثلا يا عدي محمد سبير هذا مثلا يا مركا وحان لي هاي ولا عليهن مداما تهين دادكي كويت أو نو إما دا حقا قفانها ad badan waa jirta la ad ninka laga qabo ninka hadda socdo ma aha waxaan leeyahay walaalayaal waxa aad naga codsateen waan qaadnay hadal badan oo hadda haama ma buuxsan waan qaadnay marka sidaas aad ogaanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa way abdullahi maxamed waxaan ahay ninka amid aanahay marka ama deeqow maanta aanay maatay لكن أنا كنت نمان كنت قرنين أما أديك كوريجي لكن كنت قرنين أديك كمعديين مركا ما جدقة أقام بأولين هاي وحن ملاين يا هدي ومان تاجي فنا صق له وحن ملاين هات السمان ذي ما هذين وحبك بحبيلك بدلها نين كروشان يا قنا ماها نين متى أنا حوالد ذو بتى أنا معاهم قلت تاجي ماها ورميهم حياة ومن أنا ما جدقة إن قانو يا رب من عليك وأنا كبحي نيك العصبة ومهتنيا سيدي أوغا سلمان أو شيغا جيت كان دكي سيوان نهاية أرجي غوري أوكي غوري مانتان هاينا مانتان هاينا أوكا هوري أو جيت كان إمادنا ما هاينا أوكا هوري أو مجداك أو هورتي سيمادون غوريا أو هاينا ما جيرو هورتنكي واحد غرانا يو ساس أيو غران كرا إنا لديدين باشا محا أغور رفادنا سياسة دو حا أغور رفادنا لو مفاتح مرا ما دام انك كواد ويو ما دام انك كواد او ماشن جفنا صوت صدى هل عطيان ربع او مهمة انا ترى انا راعي انه وحن يقول عصر انا فاتح صوم عليه انا راعي انا فاتح على انا انا فاتح انه انه الهي وكبو ليسيو كرسيك مركا فاتح صوم عليه انا نو اخر سنة ربع مركا واحد وغاني سين وان مهد سنتين انتي هذا الشيء يطلقي ولالكي ساسا دوغانيسين انك سحن كانغا ميل في عمودي انينا وا نلا قادين جيت كان وا جيت كي بقر نينكي اوغو هوري ايمادو وا نينكان وا قالو جيرتا احمد الشوري الله ونحرسته وا نينكي اوداي ميشن دجي طارق بو نكولي دسك نينكاس وحان املين نينكي او كخيرنا او ماركتا اي كلا امر قادناين ولالكيسو اها marka wa soo dhawaanisin marka karibu mid u hore sababta ay tahay meel fadhi gudisan isku maado oo Soomaali ay fadhido
وانو كو انت كهره وحن افري سنجن قويس قويس هويس عوضا وغادين كالي مد مد قويس قويس من افري سنجن صومالي امريكان كامبينغ كوجن لكن صومالي مال اسكو مات مانتا نو كو وحن كو كالو كفر حسن هاي وغاس كايري نينك او هوري مانتا واحد دوني او غفرنر دوني او حب ماشن سو فريستو انا اني نقد waxaan maleen meesha nasiib weyn baan ku lahaaday yaan ninka u horeeyay maanta wax doonayo oo gafanimo doonayo oo geedkan soo hor fariistay geed Soomaali soo fariistay in aan in noqdo taana waa farax Soomaali hadaan hay magaalada county ga aan rabo in aan madax ka noqdo waa county ga kali ee Soomaali se u dhantay qabiil iyo qoys sheegato oo degantay waa Garissa magaaladeeda magaalada Garissa يا Soomaali cidii la dhahayay isku imaatay Muqdisho iyo wadanka Soomaali aan ka ahayn laakiin Soomaali oo idil hata Muqdisho waxa uu maana cawda qoyska la dhalo laga ma helay laakiin meeshan Soomaali gaaris Soomaali ninka qoys ku sheegato way degantay midaasayto waa ina farxad weyn baa iita maxay leeyahay dadkan rab inaan madax u noqdo waa Soomaali say u dhantay qoys qabiil ima aha Soomaali say u dhantay marka taasna ayadan ku faraxsanay marka aniga maanta aad baan u faraxsanahay sidaas sayto aan maarta Soomaaliyo dal isku maane maanta da meeshan imaane waxaan rabaa walaalayaal oo hadii campaign baan ku jirnaa dad wax dooni baan in anaka inta Soomaaliye maanta wiilale Soomaaliye ku ogaadeen baan u badan waxa maanta wax raadsane in kastoo anaka hada Soomaali ahaan aan qabiil qabiil iyo wax isku doorano oo nin walba kan qana qoyskiisa laakiin inika Soomaalida kale hada naga bixisin inta labada ogaadeenka isla taagana tartamayso innika nakala bixin laha waa innika oo fiirin laha danta wadanka dadan wadanka fiirin laha waa innika anaga hadaan isku xuq mashquulo oo marka nin walba uu yiri keygan doorani bal laakiin wadanka wuxuu u baahan yahay badbaado iyo garab istaag dadkii maanta wadanka kala bixin laha oo garab istaagi laha waa Soomaalida kaleena la degan oo tartamaynin oo tartanka aan ku jirin meeshan waxa laga yiri waxa degan deegaanka iyo qaxooti ani maxaan u maleeyay wax qaxooti la dhii inuu sajirin wadankaniito maxay la dad 30 sano wadan kula degana Kenya nin walba mar ama ku soo guuro un hata madawga xaq degana ee kuyada la leey wadankan mar ama ku soo guureen un meel bay oga imaadeen un waxaan la history ga u sheega taariikh Soomaali inay ugu horeeyse wadanka Kenya la dho Soomaa waan ku yarnay laakiin ummad ku horeys Kenya as askeedi inay Soomaali u horeeyse inay u soo ku soo hajirtay mise ku soo guurtay marka niliga mixiga wadanka wax refugee la dhihi male wadan waxa ka dhacay anagana Soomaalida deegaan kale ee inta si joogtay walaalahan xagga nooga imaadeen in wadankan maxaa lagu qaybsadaa wax maxaa lagu qaybsadaa tira xisaab lagu qaybsadaa wax madaxweyne iyo hoggaan hoggaan si lagu helaa soo xisaab maaha marka inika walaalahan inikana meesha joogan anaga fikradeena waxay tahay wadankaneeyto inaad sidaad ku degtiinbo sidaad ku degtiinba sida sharci ku heshiinba sida ahaatabo ina sharci u qaadataan wadankan meel kale oo ku ciisiin male ilmiin intay ku dhasheen Soomaaliya ma garanayeen wax ka jira male meeshan inikana anaka hadii kullay waan u dadaalaynaa hada wax inta ka soo baxay gaajisteen xagga gaysiin anaka fikraddi lagu soo bixin la waan nigu dadaalaynaa insha Allah Soomaali hadaa tihiin meel aad ka imaateenba wadankan waa wadankiini soo sidaad u degteen u dega sida u xogsan katiin u xogsada annakana madaxdiina oo siyaasigiina waan garab istaageyna nabadgelyada waan isku dayna inaan ka shaqeyno waan ognahay dhibaatooyinka ku haysta Soomaalida iska dhaaf hadda qaxootigaana meeshan ay xeeradan iska dhaaf laakiin hadda Kenyada kale dhibaatooyinka ugu haysta waan garanayna anakaba laakiin xoog baan ku joognaa xoog iyo kartideena ku joognaa wadankan waana ku joogeyna meel aan oga soconno male waxna cabsiinayu sajirin oo ni do Soomaali aamin Kenyan matiin Kenyan baatiin America wadanka la dhihi wixii la lama garanay maanta soo saama nin afrikaan ba ka noqdo madaxweyne somo nin afrikaan ba ka noqdo madaxweyne waxaan rabnaa ina inika Soomaalida kalena kala saartaan madaxda inay dolka iyo bulshada iyo wadanka wax ka qabataa la rabaa haddii kullay maanta inaan hadda ka faaleey marabi wixii dhacay 5 sano iyo 10 sano maamul goboleed la keenay arintan maamul goboleedka siyaasigan maamul goboleedka dowladan maamul goboleedka way sii dhismani doontaa 5 sano waxa ku sii kordhimi doona 5 sano waxa ku sii kordhimi doona haddii wax iska noqon gobol weyn oo si fiican loo aqoonsan marka hadalkan igu ma sii badinay sidaas aan ku soconaa
إن مانت نوجاتان أبليكيشن بانكين صناعي سدان نيلا شيء إن ما إن قرب نورا نقضه أرين تسيطو